كده تمام قوي. وانا اللي كنت خايف من السواقة طلعت سهلة خالص. فعلا يا فاطين اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. ايه ده؟ هي عربية الكبدة شبكت في الموتوسيكل ولا ايه؟ الو ايوه كبير يا سيد المعلمين يا كبير. انا مش قدامك 35 ثانية، يلا اتحرك. 35 ثانية؟ ده وانا 35 سنة علشان اتحرك من هنا. والنبي يا جماعة زقة والنبي. معلم سيد لاش ازاي وانت بتقول اني مش اتصاب رصاصه من البوليس؟ برضه ما تقلقش، انا بعت الستيشن يراقب ويطقص وهيطمني. بس انا اللي طالع من نفوخي مين اللي بلغ البوليس بميعاد العمليه. بقول لك ايه يا بونبوني، انا مش ناقصك ولا ناقص غبائك انت كمان، فاهم يعني ايه نقضي بسكاتك؟ انا هطلبه بالتليفون يمكن يرد عليا ويطمني. يا رب حد يوقف الموتوسيكل، حد يوقف الموتوسيكل، حد يشيله الكشك، حد يشيل الكشك، حد يشيل الكشك، حد يشيلني من على الأرض، حد يشيلني من على الأرض. آه يا ضهري. الحمد لله، الحمد لله على اللي حصل، الحمد لله. أنا خرجت منها سليم إزاي؟ آه يا ضهري. لا أنا هقول لهم على كل حاجة واللي يحصل يحصل. ممكن على الموتوسيكل اللي اتدشدش ده أنا هبقى قسط لهم تمن. ده ايه الغرب ده يا رب؟ آه يا ضهري. ميشو ابني حبيبي قولي الرصاصة صابتك فين؟ وعرفت تهرب ازاي؟ على مهلك. دي ما كانتش رصاصة يا بابا، ده إيه؟ كان كشك، كشك يا كبير يا سيد. كشك؟ كشك ايه؟ ده اكيد فريد بيه بيطمن على العمليه. اقول له ايه؟ اقول له ان انا ما روحتش من قصره. الو فريد بيه، اسف ما كنتش تعرف ان العمليه اتشمت من البوليس. لا ميشو كويس وموجود اهو. لا ومعاك اهو. الو السلام عليكم. ايوه انا ميشو الحمد لله كويس. لا انا حضرتك مش زعلان يعني، بس يبقى حضرتك يعني ركز يا فريد يعني في العمليات اللي جايه. بيه 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 لما يبقى يركز يبقى بيه. شكرا شكرا. ازاي العمليه تتشم ها؟ ومين اللي شمها؟ وايه اللي خلاها تتشم اصلا؟ ما هي لو متغطيه ما كانش حد شمها. خلاص خلاص مش زعلان خلاص. يلا سلام عليكم. سلام. ثلاث دقايق ده رغي قوي. هو اللي هيدفع احنا منا. بقول لك ايه، يعني معنى كلامك ان انت ما دخلتش الصحراوي من اساسه؟ يا ابن اللعيبه، وعرفت ازاي ان البوليس شم العمليه؟ لما حضرتك بقى اتصلت بيا يا بابا وقلت لي قدامك 35 ثانيه يا ميشو، قعدت انا كده بقى مع نفسي افكر دقيقتين ثلاثه 10 دقايق كده مع نفسي، قلت بس انا حاسس ان في خطر كبير انا شامه من بعيد وانا على الموتوسيكل وانا سايقه. وانا اصلا بابا سيد يا كبير حاسس ان في خطر من زمان، من زمان ان في خطر شاممني وانا كنت على الموتوسيكل. فلما لقيت بقى نفسي شميت الخطر دون من بعيد قلت بس بس يلا فميشو بس هي في خطر وجريت. طول عمرك حريف ولعيبه ميشو، امال ايه اللي عمل فيك كده؟ الله
ومين اللي كان لابس لبسك وقاعد على الموتوسيكل وضرب عليه رصاص؟ طب انت ليه يا برنس خليت الواد جنزير يلبس نفس اللبس اللي بيلبسه ميشو ويركب الموتوسيكل وهو بيعمل العملية؟ اوفا اوفا انت. اول هدف يا اوفا ان رجالة فريد بيه اللي بيراقبوا العملية يثبتوا ان ميشو كان موجود اثناء اجراء العملية. الله جينيوس يا معلم جينيوس. طب وتاني هدف؟ وتاني هدف يا اوفا ان جنزيرة هيجيب الفلوس هنا ها؟ وفريد بيه هيسأل ميشو على الفلوس. يا سيد المعلمين، وطبعا ميشو معهوش الفلوس. ساعتها بقى فريد بيه هيتأكد ان سيد الحاوي وميشو الحاوي طمعانين في الفلوس وعاوزين ياخدوها لوحدهم. وقتها بقى مش هيلاقي غيري الراجل الوحيد اللي واقف جنبه. فهمت يا وفا؟ فهمت يا معلم. بس انت واثق يا برنس ان الواد جنزير ده هيخلص قبل ميشو؟ ميشو ده تافه ولا يسوى. والواد جنزير بميت واحد زي ميشو. الحق يا معلم شيكو الحق، الواد جنزير وقع، العمليه كان متبلغ عنها البوليس. جنزيرة وقع؟ قولوا لها ميشو اللي عرفت انه ما ظهرش وقت العملية خالص. معنى كده ان العملية كانت متدسم بالبوليس. كل تخطيطك يا شيكو طلع على فشوش. ايه ده معلم منوق؟ جيب لك الواد فطين مع حتتين خيار يروق اعصابك. لا بيبقى عمه انس. لا روق يا برنس. مدام اللعب بقى عمك شوف كده يبقى ما ينفعناش غير الضرب تحت الحزام. مرسي بجد، انا انبسطت فعلا النهارده. اي خدمه، يا ريت ما تتكررش. ايه؟ اشوفك بالليل؟ مش عارفه، هكلمك. باي باي. يا بوي في حاجة أنا؟ لا مفيش يا فطين بيه، مفيش. آه مع السلامة يا مستر فطين. مع السلامة يا أنسة. مروة أشوفك النهاردة بالليل علشان نكمل كلامنا. أنت في حاجة مهمة عايز تقولها لي؟ في كوفي شوب في الزمالك في أبو الوقف ده هايل. هتيجي؟ ماشي. باي باي. في حاجة هلا؟ مفيش يا بيه، هو الواحد يقدر يقول لك على حاجة دلوقتي؟ يا فطين بيه يا جامد. فطين فطين تعالى. قولي هتخرجني فين النهاردة؟ مشغول مش فاضي. ليه كده بس يا فطين؟ هو انت لسه زعلان مني ولا ايه؟ أنا ما حدش يقدر يضايقني. طب بقول لك ايه؟ ايه رأيك نروح نتمشى وتروحني زي كل يوم؟ قدامي. ميرسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان مغير الأحوال. امبارح كان الأستاذ فطين مستحي وأخلاقه عالية زين من يوم وليلة بجد. في حاجة يالا؟ لا يا بيه مفيش والله مفيش. انت ما تعرفيش تمشي من غير ما تشعبطي فيها كده؟ أيوة أصل فرحانة بيك قوي النهاردة. أيوة بس مش كده يعني. الله، أنت مش قلت لي إنك نفسك تمسك إيدي؟ أنا؟ أيوة عشان ده حلم حياتك وهيتحقق يوم ما تمسك إيدي. أنا فطين قلت لك كده؟ أيوة، يلا امسكها بقى. طب بصي بكرة ابقى اعملي اللي أنت عايزة تعمله. والشقة على سيما ولا إيه يا شباب؟ والخرفان كمان بقت حبيبة. فطين بلاش دلوقتي عشان خاطري. بلاش دلوقتي. يا حلو، أنت عايز تتدرب تاني ولا إيه؟ شديت على فمهم يا رب. انت فرحانة؟ ايوة اظن كل يوم بيعملوا فينا كده. ايه ده، هما كانوا كل يوم بيعملوا كده؟ ايوة. تعالي معانا يا نسا. عايز يا برشام. مالكش دعوة انت فطين، احنا مش جايين لك انت.
احنا جايين ناخد الاستاذ شيكو مدريد امر بكده. الحقني يا فاطين، عايزين يخطفوني زي ما خطفوا عم انس. بقول لك يا برشام، امشي دلوقتي وبلغ شيكو ان دي مش حركات رجوله. مالكش دعوه انت فاطين، خليك في حالك ولا زي كل مره. عارف لو ما مشيتش دلوقتي انا ممكن اعمل فيك ايه؟ انا الحكم يا فاطين بقى صيع ماسك مطوه. الله 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 الله، جرى ايه يا عم فاطين؟ هي اول مره ولا ايه؟ احنا هنتطفى اهو قاموا عليه مش على طول. كلمه ثانيه هخليك تاخد دماغ صاحبك تروح بيها. ما بتتكلمش يا كيم، خلاص يا فاطين. كانت وجهه نظري في محلها يا فؤاد. كله بتوجيهات سيادتك يا فندم. لا ده بفضل مجهودك ومجهود حضرات الضباط، وعشان كده انا طلبت لكم مكافاه جهود غير عاديه. شاكرين جدا يا فندم، ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن حضرتك. وايه اخبار التحيات؟ تمام يا فندم، كلهم اعترفوا. والواد بتاع الموتوسيكل عرفت عنه حاجه؟ طلع سواب يا فندم وليه ملف عندنا، اسمه جنزير، هو دلوقتي في المستشفى مصاب، اول ما حالته تتحسن هبدا معاه تحقيق فوري. شد حيلك يا فؤاد، عايزين نخلص من الحكايه دي بسرعه يا ابني. اوعدك يا فندم بعد اذن سعادتك. اتفضل يا ابني. ايوه يا فندم، العمليه تمت على اكمل وجه وبدون اي خسائر. تعالى. تعالى يا حبيب ابوك. جاي اهو ابو السيد يا كبير. تعالى رافع راس ابوك دايما في العلاني. بوت تعالى يا معلم. خد امسك دول حقك. حق ايه يا ابو سيد؟ ايه دول؟ 5000 جنيه نصيبك في العمليه. عمليه ايه؟ ما انا ما عملتش حاجه اصلا، وبعدين مش العمليه اتشمت اصلا. لا يا حلو، احنا متفقين ان حقك هتاخده في كل عمليه سواء العمليه قامت او نامت. 5000 جنيه. بقول لك يا كبير، امال فين سميره هانم؟ تلاقيها في المركز بتاعها، لكن لازم يمشيها من البيت عشان نعرف نعمل عملية. امال انت ليه اتجوزتها اصلا يا بابا؟ قصدي يا كبير يا سيد حضرتك. ما انت عارف انا اتجوزتها ليه؟ عشان ليه مصلحة عندها. سميرة دي بكل الزهق اللي هي فيه اللي انت عارفه، نايمة على ملايين كتير قوي. ابوك بقى نفسه يلدع مليون واحد حتى، حكم انا مش طماع. وده مش حرام؟ لا حرام. جرالك ايه يا ميشو؟ جرالك ايه؟ ابو السيد بنهزر معاك يا ابو السيد. انا قصدي يعني حرام الوقت اللي احنا عمالين نضيعه دون من غير ما نعمل عمليات كبيره. ابو السيد كبير. لا 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 ما تقلقش، انا عامل حساب كل حاجه. قبل كل عمليه لازم اطرقها من البيت. لو عصلجت بقى نبقى ننزل نعمل الخطط بتاعتنا في الشقه القديمه بتاعت امك بتوع الله يرحمها. ماما؟ بابا هو انت كنت بتحب ماما الله يرحمها؟ بحب ماما. انا عمري ما حبيت حد في حياتي زي ما حبيت امك. كانش في ست في الدنيا زيها. يا عين عليك يا تقى. يا عارف يا انا ميشو، انا ما كنتش اقدر ابص في وشها دقيقه على بعضها. وايه؟ ولو انا باصص في وشها ما اقدرش اكدب كدبه واحده ابدا. كان عليها بصه عينين الله يرحمك يا تقى. بس عيبها بقى دي كان دماغها ناشف قوي قوي قوي، وكانت ماشياني بقى في السكه بتاعت المسل والاخلاق والقيم وال عارف عارف اخوك فاطين؟ كانت زيه بالظبط. ما الواد ده طالع شبه شيخه يا يا بس ما كنتش اطمن ولا ارتاح الا وانا قاعد جنبها، لانها كانت مراتي واختي وامي كمان. كما قال سقراط، لم اطمئن قط الا وانا في حجر امي. انت بتقول ايه؟ اصل الواد فاطين دايما يقول كده يا كبير يا سيد. يا عم افتكر لنا حاجه عدله بقى. وانت مش بتحب فاطين يا سيد؟ بحبه، وفي حد في الدنيا ما بيحبش ابنه؟ بس كان نفسي ما يطلعش زي عمه، مثقف وعامل لي فيها ولا عريف وفاهم كل حاجه
وهو مش فاهم حاجة أبدا، لا هو ولا عمه. لا فاهم، هو وعمي، قصدي عمه. لكن نفسي يطلع زيك أنت. آه واد مطقطق مصحصح وفاهم الدنيا وقاريها صح الصح.